بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما انتهينا يا شباب من دراسة المجموعة الأولى للشقوق الحامضية، هندرس المجموعة الثانية للشقوق الحامضية. زي ما اتكلمنا قبل كده وقلنا هذه المجموعة الثانية من الشقوق الحامضية بسميها مجموعة حمض الكبريتيك المركز، حمض H2SO4 المركز. هندرس منها يا شباب الكلوريدات Cl التكافؤ بتاعها أحادي. طيب الخواص الفيزيائية، قال لي أغلب الكلوريدات بتذوب أغلبها في الماء ولا تذوب كل من كلوريد الفضة والزبرقس، دول ما بيدوبوش في الماء، في حين أن كلوريد الرصاص بيذوب في الماء الساخن فقط ما بيدوبش على البارد. طيب التجربة الأساسية عندي يا شباب لأملاح الكلوريدات، باخد أجيب دايما نتفق على مبدأ يا شباب أنبوبة جافة ونظيفة، باخد كمية قليلة من الملح الصلب بتاعي زائد الكاشف بتاع المجموعة حمض H2SO4 المركز. يا شباب الإضافات تبقى داخل الفيوم هود، جوه الفيوم هود، خلاص دولاب الأبخرة. إيه اللي أنا هشاهده؟ تصاعد غاز بالتدفئة والذي يكون سحب بيضاء مع ساق مبللة من بهيدروكسيد الأمونيوم أو بيحمر ورق التباع الشمس الزرقاء. الاستنتاج، الغاز هو عبارة عن كلوريد الهيدروجين والشق الحامضي هو الكلورايد Cl. اهو يا شباب التجربة معانا زي ما احنا شايفين كده، انبوبة جافة ملح الصلب، بضيف الكاشف بتاع المجموعة اللي هو H2SO4، هلاحظ زي ما قلنا تصاعد غاز بالتدفئة بيحول او يكون سحب بيضاء مع ساق مبللة بهيدروكسيد الامونيوم. معادلة معايا اهي NaCl واخد كلوريد الصوديوم مع الكاشف بتاع المجموعة H2SO4، فبيتكون بيكبريتات الصوديوم NaHSO4 زائد غاز HCl غاز كلوريد الهيدروجين. خلاص يا شباب؟ طيب دي تجربة تأكيدية للكلوريدات، تجربة تأكيدية. بعد ما خدنا التجربة الأساسية بناخد تجربة تأكيدية مع محلول خلات الرصاص، مع خلات الرصاص. دايما في الغالب يا شباب التجربة الأساسية بتبقى ملح الصلب بتاعي، التجربة التأكيدية بتبقى محلول الملح. طيب محلول الملح هجيب أنبوبة أحط فيها محلول، أعمل منها أعمل أخد الملح الصلب أعمل منه محلول، بضيف لها محلول من خلات الرصاص، فبمشاهدة تكون راسب أبيض يذوب بالغليان ويعود بالتبريد. يعني لما تسيبه يبرد بيبقى يظهر الرسب، لكن لما بيغلي الرسب ده بيروح. الرسب الابيض عبارة عن كلوريد الرصاص BbCl2 والشق الحامضي هو الكلورايد. ادي التجربة الاساسية يا شباب، ادي التجربة بتاعتي التأكيدية يا شباب، انبوبة جافة، المحلول بتاع الملح، محلول الملح اللي هو الملح الصلب وعملت منه محلول زي اي ملح انت بتعمل منه محلول، يعني الملح الطعام مثلا لما انت بتحب تعمل منه محلول بتاخد شوية من الملح الصلب بتضيف له ماء مقطر عشان تعمل منه محلول هكذا، فبضيف له خلات الرصاص يتكون زي ما قلنا راسب ابيض. هذا الراسب الابيض عبارة عن كلوريد الرصاص. طيب هندرس كمان من المجموعة الثانية للشقوق الحامضية البروميدات اللي هي مجموعة حمض H2SO4. زي ما خدنا الكلوريدات هناخد البروميدات، البروميد البي ار والتكافؤ بتاعه احادي. الخواص الفيزيائية شباب بيقول لي ان اغلب البروميدات تذوب في الماء فيما عدا بروميد الفضة والزئبقوس والنحاسوس، في حين ان بروميد الرصاص يذوب في الماء الساخن فقط. طيب دي التجربة الاساسية بتاعتنا شباب، تجربة باخد أنبوبة جافة ونظيفة، كمية صغيرة من الملح الصلب بتاعي، وبضيف لها الكاشف بتاع المجموعة حمض H2SO4 المركز. إيه اللي بشاهده؟ بشاهد فوران مع تصاعد غاز برتقالي. الغاز الاستنتاج، الغاز البرتقالي هو غاز البروم والشق الحامضي هو البروميد. البروميد، ادي التجربة بتاعتنا، انبوبة جافة، المادة الصلبة، الملح الصلب مع كاشف المجموعة، على طول بيتكون يحدث فوران ويتصاعد غاز برتقالي. خلاص يا شباب، هذا الغاز البرتقالي زي ما قلنا هو غاز البروم والشق الحامضي هو البرومايد. دي التجربة التأكيدية بتاعتنا مع محلول نترات الفضة، محلول الملح مع محلول نترات الفضة، هلاقي يتكون راسب أبيض مصفر يذوب في الأمونيا السخنة. راسب أبيض مصفر، الراسب الأبيض المصفر هو عبارة عن بروميد الفضة والشق الحامضي هو البرومايد. ده الاستنتاج بتاعنا. أدي أنبوبة جافة ونظيفة، هعمل محلول من الملح بتاعي، بضيف له محلول نترات الفضة، على طول بيتكون راسب أبيض مصفر. هذا الراسب عبارة عن بروميد الفضة.
طيب، تجربة تأكيدية للبروميد مع محلول خلات الرصاص. بعمل محلول الملح مع محلول خلات الرصاص زي ما خدنا في الكلورايد، بيتكون رسب أبيض يذوب بالغليان ويعود بالتبريد. الرسب الأبيض هو عبارة عن بروميد الرصاص BB Br2، والشق الحامضي هو البرومايد. ادي الانبوبه الجافه والنظيفه، المحلول الملح بضيف له محلول خلات الرصاص، هذا الرصب الابيض المتبلر عباره عن بروميد الرصاص. هندرس كمان من المجموعه الثانيه للشقوق الحامضيه اللي هي مجموعه حمض H2SO4 المركز، اليوديدات، اليوديد اللي هو الاي والتكافؤ بتاعه احادي. اغلب اليوديدات تذوب في الماء، ولا تذوب يوديد الفضة والزئبقوز والنحاسوز ما بيذوبوش في الماء، في حين ان يوديد الرصاص بيذوب في الماء الساخن فقط. دي التجربة الاساسية بتاعتنا يا شباب مع الكاشف بتاع المجموعة اهو. بجيب انبوبة زي ما اتكلمنا كتير قبل كده فيما سبق، انبوبة جافة ونظيفة، احط فيها جزء من الملح الصلب، بضيف لها الكاشف بتاع المجموعة اللي هو حمض H2SO4 المركز. يا شباب نتذكر دائما الإضافات تتم داخل الفيوم هود، داخل دولاب الأبخرة. طب ايه المشاهدة بتاعتي؟ فوران مع تصاعد أبخرة بنفسجية تحول ورقة مبللة بمحلول النشا إلى اللون باللون الأزرق، تحولها إلى اللون الأزرق. الاستنتاج، الأبخرة البنفسجية دي غاز اليود، والشق الحمضي هو اليوديد. الشق الحمضي هو اليوديد. التجربة زي ما احنا اتفقنا، مادة الأنبوبة الجافة، الملح الصلب، المكاشف بتاع المجموعة، هلاحظ على طول فوران مع تصاعد أبخرة بنفسجية زي ما قلنا بتلون ورقة مبللة بمحلول النشا باللون الأزرق. احنا واخدين مثال هنا مثلا يوديد الصوديوم مع الكاشف بتاع المجموعة H2SO4، بيتكون على طول بيكبريتات الصوديوم زائد الـ HI، ده هو الغاز شباب اللي بيتصاعد. تمام، هذا الـ HI ده لما باجي في وجود الحمض H2SO4 بتتصاعد أبخرة أو فوران مع تصاعد أبخرة، هذه الأبخرة البنفسجية عبارة عن غاز اليود أهو اللي بيتصاعد ويحول لي ورقة مبللة بالنشا للون الأزرق. طيب، تجربة تأكيدية لليوديد، المحلول الملح مع محلول نترات الفضة بيتكون راسب أصفر لا يذوب في الأمونيا، راسب أصفر يا شباب. الراسب الأصفر عبارة عن يوديد الفضة، يوديد الفضة الـ AGI، والشق الحمضي هو اليوديد. أدي الأنبوبة بتاعتنا، الملح، محلول الملح اهو، دايما دي التجربة التأكيدية، محلول الملح، محلول الملح مع محلول نترات الفضة، فعلى طول بيتكون راسب أصفر اللي هو عبارة عن يوديد الفضة. تجربة تأكيدية تانية كمان مع خلات الرصاص، المشاهدة هي محلول الملح مع محلول خلات الرصاص، المشاهدة تكون راسب أصفر يذوب بالغليان ويعود بالتبريد. الراسب الأصفر عبارة عن يوديد الرصاص، والشق الحمضي هو اليوديد. خلاص يا شباب، ادي الانبوبه بتاعتنا، حطيت فيها محلول الملح، حطيت فيها خلات الرصاص، على طول هيتكون راسب الاصفر، هذا الراسب يذوب بالغليان ويعود بالتبريد، هو عباره عن يوديد الرصاص.